اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقه جديده من مواد التصنيع الغذائي. كما عودناكم ان احنا دايما معانا في مواد التصنيع الغذائي ثلاثه مواد في الصف الثالث، معانا ماده حفظ وتصنيع اللحوم، ماده العجائن والمخبوزات، ايضا ماده الصناعات الغذائيه. النهارده هنبدا في بدايه الوحده الثانيه في ماده الصناعات الغذائيه وهي صناعه السكر. احنا خلاص عرفنا ان في ثلاث وحدات واتكلمنا عليهم في الاول، هناخدهم في بداية الترم الأول. احنا معانا 6 وحدات على مدار العام الدراسي في مادة الصناعات الغذائية. خدنا طبعا الوحدة الأولى هي صناعة المربى والجيلي والمرملاد، وعملنا عملية مراجعة وشوية أسئلة سريعة على صناعة المربى والجيلي والمرملاد والفاكهة المحفوظة. الوحدة الثانية عبارة عن صناعة السكر أو استخلاص السكر من قصب السكر. في نفس الوحدة عندنا أيضا صناعة السكر من بنجر السكر. عندنا في نفس الوحدة أيضا صناعة العسل الأسود، وعندنا بعض الصناعات القائمة على مخلفات صناعة قصب السكر أو صناعة السكر بشكل عام. دي الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة إن شاء الله هناخدها اللي هي عبارة عن صناعة الحلاوة الطحينية، ثم ليها بقى وحدة رابعة اللي هي التخمرات، صناعة الخل، صناعة الكحول. أيضا عندنا الوحدة الخامسة وهي صناعة زيت الزيتون. الوحدة السادسة وهي صناعة التغليف أو مواد التغليف سواء بقى بجميع أنواعها الحديثة والقديمة. النهاردة هنبدأ مع بعض صناعة السكر من قصب السكر اللي هي بداية الوحدة الثانية. أنا عايزك تركز معايا لأن أنا عارف إن الموضوع شوية فيه خطوات إجرائية في صناعة السكر، وبالتالي لازم نعرف نبذة عن صناعة أصلا السكر سواء من القصب أو بنجر السكر. هي صناعة قديمة على فكرة، بدأت في الهند، انتشرت من الهند وراحت إلى الشمال الأفريقي. كان على رأسها طبعا مصر في صدارة هذه الصناعة، ولكن هنلاقي أن الطفرة الرئيسية بدأت في القرن ال19 على يد الإنجليز، اللي هي طفرة بقى المواد الخام سواء في إعداد مواد خام أولية اللي هي سواء قصب السكر أو بنجر السكر بشكل مردود سكري عالي، أو أصلا المصانع وإعداد الأدوات والمعدات والأجهزة الحديثة اللي دخلت في عملية التصنيع. ثم دخل الفرنسويين في هذه الصناعة أيضا بعد الإنجليز وطوروا من الصناعة حتى وصلت إلى القرن ال20. دخل الأمريكان في الصناعة وأيضا طوروا جزء كبير في المعدات المستخدمة في التصنيع. وصلنا إلى السكر النهائي سواء بنوعيه سواء المقرر أو غير المقرر اللي احنا بنشوفه في الأسواق اللي موجودة عندنا. دي كده نبذة مختصرة عن صناعة السكر سواء في مصر أو الوطن العربي أو في العالم بشكل إيه؟ بشكل عام. تعال نشوف كده مع بعض إيه اللي ممكن نتكلم فيه عن مقدمة عن صناعة السكر. بيقول لي بدأت الصناعة دي في الهند ومنها انتقلت إلى الصين وبعدها إلى العرب اللي طوروا طريقة الصناعة. طبعا على رأسها في الشمال الأفريقي كان مصر، وأيضا بيجاورنا في عملية الصناعة في شمال أفريقيا عندنا المغرب وتونس والجزائر، ايضا من الدول اللي بتشتغل بشكل كبير على صناعة السكر. يعتبر زي ما بنقول بدأت فرنسا في القرن ال11، ثم الامريكان في القرن ال16، تطورت بشكل كبير على يد الانجليز في القرن ال19، دخلوا معدات وادوات حديثة، ومن ثم رجع تاني اشتغل عليها الفرنسويين ثم اشتغل عليها الامريكان مرة اخرى وطوروا اكثر في عمليات التصنيع سواء في المعدات المستخدمة اما في الارض في بداية عمليات الزراعة وعمليات الزرع من الأساس أو في استخدام تقوية حديثة أو معدات حديثة في عمليات الزراعة، ثم طوروا في المعدات والأدوات الموجودة في المصانع إلى الإحلال والتجديد للمصانع القديمة حتى وصلنا إلى التطور الحالي اللي موجود بشكل كبير جدا في جميع أنحاء العالم في صناعة السكر بمراحله في جميع العمليات الإنتاجية اللي بتتم عليه سواء من قصب السكر أو من بنجر السكر. تعالوا نشوف كده مع بعض مصادر انتاج السكر. خد بالك دايما انا بقول يبقى معايا نوت، والنوت ده بنسجل فيه الاسئله اللي وارد تيجي في الامتحان. وارد يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي اذكر مصادر انتاج السكر. يعني ايه مصادر انتاج السكر؟ قلت لك من البدايه مواد التصنيع الغذائي غالبا في الوحدات بتاعتنا في منتجات، وما دام في منتجات يبقى اذا في مواد خام او هناك مواد خام مستخدمة في عملية التصنيع. وإن لما بيقصد المصادر بيقصد المواد الخام المستخدمة في عملية استخلاص السكر والوصول إلى الشكل النهائي بتاعه. ومدام بيتكلم في عملية الاستخلاص أو عملية
الاستنباط سواء بقى من المصادر بتاعتي، وغالبا هي مصادر نباتيه، لازم ابقى عارف هو بيجي منين بالظبط قصب السكر. طبعا على راسها واشهرها الاثنين اللي موجودين في مصر اللي هي صناعه السكر، سواء من قصب السكر او من بنجر السكر. ولكن في ايضا بعض المصادر اخرى او مصدرين بيتم الاعتماد عليهم، اللي هي عباره عن اشجار المبل في كندا، والاشجار المبل دي تقريبا مشابهه لعيدان القصب اللي احنا بنستخدمها سواء في مصر او الوطن العربي او في جميع انحاء العالم. ايضا ممكن نستخلص السكر من الفواكه او من عنب السكر على التحديد. تعال نشوف كده صور للاشكال بتاعت المواد النباتيه المستخدمه. طبعا على رأسها زي ما احنا شايفين قصب السكر، ادي شكل ليه عيدان قصب السكر، طبعا معروفه كلنا بنشوفها في الاسواق وفي المزارع. ايضا بنجر السكر موجود عندنا بشكل كبير في عمليات الاستخلاص. ايضا اشجار او عنب السكر، اشجار المابل في كندا، هتلاحظ ان اشجار المابل تقريبا مشابهه في شكلها لعيدان قصب السكر. طبعا انا جايب لك الرمز البنائي للسكر اللي هو الثنائي سكر السكروز C12H22O11، ده اسمه الرمز الكيميائي او البنائي للسكر او السكروز اللي هو السكر الثنائي اللي عباره عن وحدتين اللي هي الجلوكوز والفركتوز، عشان يبقى انت برضو شايف الرمز البنائي او الرمز الكيميائي. تقسيمات بقى السكر، يعني ايه تقسيمات السكر؟ يعني انا بقسم السكر الى ايه؟ السكر خلاص انا استخلصه سواء من بنجر السكر او من قصب السكر، فطلع الناتج في النهاية اللي هو السكر نفسه. طب السكر اللي هو السكروز اللي بيطلع من المصادر النباتية ده انا بقسمه على انهي طريقة؟ في اكتر من تقسيم، في تقسيم ممكن يعتمد على اللون، على لون السكر نفسه. وانت كمان مشاهد لينا او كل مشاهدينا وابنائنا وبناتنا في مراحل التعليم الفني بتاعتنا خصوصا التصنيع الغذائي بيشوف في الاسواق السكر على شكل لونين، اللي هو السكر الابيض الناصع البياض او السكر الغامق. خد بالك من اللي انا بقوله ده، ده اسمه تقسيم على حسب اللون. سكر غامق او لونه غامق او لونه بيميل الى اللون البني، وسكر ابيض ناصع البياض، ده نوع من انواع التقسيم. في تقسيم اخر بيعتمد على عملية التكرير، سكر مكرر وسكر غير مكرر، سكر تمت عليه مراحل التصنيع الى ان وصلنا الى السكر الخام، ثم اخذ السكر الخام عبئ وتم طرحه بالاسواق او في مصانع مجاوره للمصانع دي اللي هي مصانع تكرير السكر، فبالتالي بيديني السكر المكرر. يبقى على حسب تكريره ففي سكر مكرر وسكر غير مكرر. في تقسيم ثالث بقى اللي هو التقسيم التجاري الموجود في الاسواق. تعالوا نستعرض مع بعض كده اول التقسيمات للسكر اللي هي على حسب اللون. زي ما انت شايف صوره واضحه لسكر السكروز اللي هو السكر الابيض اللي انت بتشوفه اللي هو سكر الشاي، سكر المائده اللي هو السكر الابيض اللي بيصل فيه جميع المراحل اللي هي بما ضمنها مراحل التكرير. غالبا بيكون السكر الابيض نقاوته 99.8%، الرطوبه 1%، السكر المحول 5%، الرماد 2%. اكيد لما اجي اشوف بقى السكر الاخر الوانه متفاوته، من اول الابيض الغامق بيصل الى لون البني الفاتح او اللون البني القاتم. ركز بقى في النقاوه، هتلاقي نقاوته 92%، الرطوبه مرتفعه خد بالك 5.3%، السكر المحول 4%، نسبه الرماد كمان مرتفعه 5%. ايه اللي عامل الفارق يا مستر في النسب اللي انا بشوفها؟ اللي هي نسبه نقاوه في سكر ابيض بيصل الى 98.8 او 9، نسبه رطوبه 1%، هنا الاقي نسبه رطوبه مرتفعه قد تصل الى 5% او 5.3%، ايضا نسبه النقاوه منخفضه 92%. ليه؟ لان انا لسه بقول لك ان عندنا مراحل لتصنيع السكر بشكل عام سواء من قصب السكر او بنجر السكر، المراحل دي تنتهي في النهايه الى بلورة السكر ثم عملية طرد مركزي، بستخلص جزء كبير جدا من حاجة اسمها السائل الكثيف البني اللون اللي هو الملاس، ثم باخد الناتج اللي هي البلورات دي واعمل لها عمليات تجفيف. في الشكل الحالي لنهاية هذه الخطوة ده اسمه سكر غير مكرر، او السكر ده يمكن طرحه على الاسواق بهذه الشكلة.
لكن خد بالك اكيد نسبة النقاوة فيه بتكون منخفضة، نسبة الرطوبة فيه بتكون مرتفعة، ايضا من ضمن الحاجات اللي موجودة فيه نسبة الرماد بتكون اعلى، بتصل الى 5% عكس السكر اللي بيتم عليه مراحل التخرير اللي بتبقى نسبته حوالي 2%. فالفارق في النسب دي نتيجة اجراء مراحل التكرير اللي هنعرفها بالتفصيل وباستفاضة اثناء عملية التصنيع، ان احنا بنجيب السكر الخام ده تاني بدل ما بنطرحه الاسواق بندخله على عمليات تكرير، فبيتعمل له عمليات غسيل مره اخرى، ثم عمليات بلوره، ثم عمليات طرد مركزي عشان اطلع منه السائل اللي انا غسلت بيه، ثم ادخله على مرحله لتنقيه اللون وتنقيه الرائحه، وبالتالي بيصل في النهايه انا بنزع اكبر قدر ممكن من الشوائب، فبتزيد معايا نسبه النقاوه اللي بتصل في النهايه ل 98.8%، وتنخفض نسبه الرطوبه الى 1%، وايضا السكر المحاول الموجود بداخله، وايضا نسبه الرماد الموجوده بداخله. يبقى انت فاهم هو اللون ده جاي منين؟ والنسب المختلفة ما بين السكر الأسمر من السكر الأبيض جاية منين بالظبط؟ ده أول تقسيم اللي هو اسمه التقسيم على حسب اللون. يبقى اللون بتاعي فاتح أبيض ناصع هتبقى سكر منهي جميع عمليات مراحله بما فيها عمليات التكرير. سكر لونه غامق فأكيد ما تمش ليه مراحل التبييض النهائية، وبالتالي ده سكر وقف عند السكر الخام اللي تم تعبئته وطرحه في الإيه؟ في الأسواق. ده أول تقسيم. تعالوا نشوف كده مع بعض تاني تقسيم. بيقول لي تقسيم السكر على حسب الايه؟ حسب النسب المختلفه من السكروز والسكريات المختزله والرماد والمواد العضويه اللي هو بيقصد بيها عمليات بقى الايه؟ عمليات التكرير، اللي هو السكر الابيض المكرر. دي كده تقسيم اخر من ضمن التقسيمات. تعالوا بقى نشوف التقسيم التجاري. يعني ايه التقسيم التجاري؟ على حسب شكل المنتج في السوق، لان مش معقول بديهيا يعني كل ابنائنا وبنات الطلبه مش معقول هتروح السوق تقول لو سمحت انا عايز سكر مكرر او سكر غير مكرر، لكن وارد وارد ان انت لما تيجي تروح تاخد سكر من الاسواق تنتقي بعينك اللون اللي هو الجزء الاولاني اللي هو السكر الابيض او السكر الغامق. ففي بعض المستهلكين هيفضل السكر الغامق، وبعض المستهلكين قد يفضل السكر الايه؟ السكر الابيض. غالبا السكر الابيض احنا بنفضله في معظم الصناعات اللي بيدخل فيها عشان نسبه الشوائب بتكون منخفضه فيه، ولكن انت غالبا في الشكل التجاري في السوق ما بتتكلمش باللغه اللي هي بتاعت السكر المكرر او السكر الايه؟ الغير مكرر او السكر الابيض والسكر المكرر، انت غالبا هتتناوله بالشكل التجاري اللي موجود عليه في السوق. ففي اصناف عديده او اشكال عديده لشكل السكر في السوق، اللي هو السكر المائده اللي انت بتشوفه اللي هو الطبيعي اللي انت بتشتريه اللي على شكل بلورات، ده نوع من انواع الاشكال. ايضا في حاجه اسمها الاقماع اللي هو كان بيتعمل زمان في الافراح، قد يكون موجود بس مش في مصر غالبا بنسبه كبيره، ولكن موجود في المغرب العربي، بداوا يشكلوا الالوان بتاعته عشان يدي البهجه ومظهر الفرح في الافراح. ايضا عندك سكر القوالب اللي هو المكعبات المضغوطه، عندك انواع كتيره، السكر البودر اللي هو السكر العادي اللي بناخده نعمله عمليات طحن في المنزل، ولكن في المصانع الكبيره بيتم اضافه ليه مواد مانعه لامتصاص الماء عشان ما يحصلش عمليه تكتل ليه. ايضا في حاجه اسمها سكر البلاط او الواح البلاط، دي كلها صور تجاريه موجوده لنفس نوع السكر اللي هو السكر السكروز، السكر الثنائي المستخلص سواء من قصب السكر او من بنجر السكر او من الاصناف الاخرى اللي ذكرناها سواء اشجار المابل في كندا او العنب بتاع السكر. تعال نشوف كده الاشكال اللي موجوده عندنا دي. زي ما احنا شايفين ديت شكل او دايره كده للسكر او انواع السكر. اول حاجه طبعا السكر المبلور اللي سيادتك بتشوفه في السوق اللي هو سكر السكروز اللي بنسميه سكر المائده او سكر الشاي، الشكل الطبيعي للسكر بتاعنا اللي احنا نعرفه. ايضا في سكر القوالب اللي هي عباره عن المكعبات المضغوطه اللي بيدخل فيها السكر ويتم ضغطه ثم تقطيعه، وبالتالي بيستلزم ان نسب الرطوبه فيه بتكون منخفضه جدا. ايضا عندنا سكر الاقماع زي ما انت شايفه، سكر الاقماع ده اللي هو سكر الرؤوس اللي موجود او كان موجود زمان في الافراح وبيتعمل منه الشربات، غالبا اختفى بشكل كبير عندنا لكن موجود في المغرب العربي بشكل كبير. ايضا السكر المطحون هو عباره عن السكر اللي انت بتشوفه قدامك، سكر المائده
المبلور اللي بيتم ليه عمليه طحن سواء في المنزل عند حضرتك او بتشتريه نتيجه ان المصانع بتعمل له عمليات طحن وبتضيف ليه مواد متميعه او مانعه لامتصاص الرطوبه، وبالتالي تمنع عمليات التكتل لانه ياخد وقت طويل وبتنتج كميات كبيره منه. لكن سيادتك لما بتعمله في المنزل بيبقى بكميات مش كبيره فبتستهلكه بسرعه فما بتلاحظش فيه عمليه امتصاص الرطوبه. عندك ايضا سكر البلاط اللي على شكل الواح البلاط، عشان كده سمي بسكر البلاط، ده اسمه التقسيم السكر على شكل المنتج في السوق. تقسيم بقى السكريات بشكل عام الى، يبقى انت دلوقتي عرفت تقسيم او ثلاث تقسيمات، اللي هو التقسيم على حسب اللون، التقسيم على حسب السكر ونسبه السكروز بداخله اللي هي فيما معناه بين ترجمه لسكر ابيض وسكر مقرر او غير مقرر، التقسيم التجاري. لكن انا بقى كطالب فني هتخرج وابقى فني في التصنيع، وارد ان انا اروح لمصنع السكريات، انت من الاساس لازم تبقى عارف تقسيم السكريات الكيميائي بشكل عام بيجي ايه او انواعه ايه. فعندنا في التقسيم الكيميائي ثلاث انواع من السكريات، اللي هي السكر الاحادي، تاني حاجة السكر العديد اللي احنا بنسميه منه السكريات الثنائية، ثم السكر المعقد التركيب. وهنتعرض ونعرف تعالى بالتفصيل كده نشوف ايه هو الاحادي وانواعه والثنائي وانواعه او العديد اللي هو من 2 ل 10 وحدات وانواعه او المعقد في التركيب. اول حاجة زي ما احنا شايفين سكريات احادية، اللي هي زي ايه يا مستر؟ زي الجلوكوز، زي الفركتوز، زي الجالكتوز. تعال نشوف كده شكل ليه الجلوكوز، عسل الجلوكوز. يعني ايه تاني؟ قرب لي الموضوع يا مستر. سكر احادي، السكر الأحادي هو السكر الذي لا يمكن إحلاله إلى وحدة سكرية أقل منه. تاني، السكر الأحادي هو السكر الذي لا يمكن إحلاله إلى وحدة سكرية أقل منه. دي أبسط نوع من أنواع السكريات اللي احنا بنسميها السكريات. أشهر أمثلة موجودة ليها عندنا السكر الثنائي اللي هو السكروز، ده لما بعمل له إحلال مائي أو إحلال مائي بالأحماض فبيروح ببساطة إلى وحدتين اللي هو الجلوكوز والفركتوز. ده الجلوكوز ده سكر أحادي، والفركتوز أيضا سكر أحادي، يضاف عليهم سكر الجالكتوز، يضاف عليهم سكر الإيه؟ الجالكتوز. طب هو بيجي ايضا منين سكر الجالكتوز؟ ركز معايا، عندنا السكريات الثنائيه زي السكروز ايضا عندنا نوع من انواع السكريات الثنائيه اللي هو سكر اللاكتوز اللي بيبقى موجود في اللبن اللي منه وحده الجالكتوز اللي هي الوحده الاحاديه في سكر اللبن. يبقى انت مركز معايا، السكريات الاحاديه اللي هي الوحده الاحاديه التي لا يمكن احلالها الى وحده اقل منها من السكريات، بيستخدم على نطاق كبير جدا سواء عسل الجلوكوز اللي بيضاف بجانب سكر السكروز في عمليات التصنيع الغذائي، سواء بقى في صناعات الحلوى الشرقيه او الحلوى الفرنجيه، او ايضا في صناعات السيرب او الشربات اللي احنا بنعمله في المنزل قد يضاف جزء من عسل الجلوكوز. سكر الفركتوز سكر شهير جدا بنستخدمه في صناعة الحلوى الشرقية، وبنقول سكر مهم جدا خصوصا لمرضى السكر لانه لا يحتاج في الجسم في تمثيله الى الانسولين. ايضا عندنا سكر الجالكتوز، دي اول انواع من التقسيمات بشكل عام الكيميائية للسكريات اللي هي السكريات الاحادية. خد بالك ان انت لما بتتناول في الطعام سكريات معقدة التركيب او سكريات ثنائية، فاثناء عمليات الهضم والاحلال داخل اللي بتبدأ على فكرة في السكريات في الفم وتنتهي لو كانت معقدة في المعدة او الامعاء، فبتنتهي في النهاية الى السكريات الاحادية اللي غالبا اللي منها الجلوكوز اللي هو بيسري مباشرة في الدم، لذلك الجلوكوز احنا بنسميه بسكر الدم. تعال نشوف مع بعض كده ايضا النوع الاخر او النوع الثاني، سكريات متعددة. اللي هي ايه متعددة يا مستر؟ هي تحتوي ما بين 2 إلى 10 سكريات احادية مرتبطة مع بعضها. على رأسها أمثلة شهيرة في السكريات الثنائية زي السكروز، زي اللاكتوز، زي الملتوز. دي ثلاث أنواع شهيرة من السكريات الثنائية. عايز أقول لي ببساطة إن النوع الوسط اللي بعد السكريات الأحادية إحنا بنسميه سكريات عديدة. السكريات العديدة منها السكريات الثنائية اللي هي عبارة من 2 وحدة إلى 10 وحدات من السكر الأحادي مرتبطة مع بعضها.
اشهرها طبعا سكر السكروز اللي احنا بصدد ان احنا بندرسه في الوحده دي، اللي هي سكر السكروز المستخلص من قصب السكر او بنجر السكر. ده بيحتوي على وحدتين الجلوكوز والفركتوز. عندنا انواع اخرى من السكريات الثنائيه، عندنا سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، عندنا ايضا المالتوز يعتبر سكر من السكريات الثنائيه. ده تعتبر التصنيف الثاني او التقسيم الثاني من السكريات على الشكل الكيميائي. تعالوا نشوف مع بعض كده التصنيف الثالث او الشكل الثالث، سكريات معقدة التركيب بتحتوي على اوزان جزيئية عالية، تحتوي على عدد مماثل من السكريات الاحادية المترابطة مع بعضها مثل النشا، السليلوز، الجلايكوجين، البكتين. خد بالك حتى لما انا جيت اعرفك في الوحدة الاولى في صناعة المربى والجيلي والمرميلات كنا بنضيف مادة اسمها البكتين، وقلت لك ان مادة البكتين مادة نباتية او مادة رابطة. لما كنا بنعرفها بنقول هي مادة كربوهيدراتية، غالبا معظم السكريات المعقدة في صورة كربوهيدرات، مادة كربوهيدراتية معقدة التركيب. الوحدة البنائية فيها كان حمض الجلاكتو يوروني. خد بالك ان السكريات المعقدة هي غالبا سكريات معقدة التركيب نتيجة تداخل وحدات عديدة قد تصل الى المئات من السكريات الاحادية. ابسط الامثله ليها كمان السليلوز يعتبر من السكريات المعقده، النشا يعتبر من السكريات المعقده التركيب، لذلك هي بتحتاج الى عمليات هضم في المعده والامعاء عشان اوصل بالانزيمات في النهايه ان انا اكسرها الى سكريات يا اما ثنائيه ومن ثنائيه الى سكريات احاديه داخل الجسم. دي اسمها السكريات المعقده التركيب. خد بالك بقى ان الزايد منها لما بتتناول كمية كبيرة من السكريات أو من الكربوهيدرات في جسم الإنسان، إيه اللي بيحصل يا مستر؟ الزايد أنا طبعًا بستخدم ليه السكريات الأول في الجسم عشان هي مصدر أساسي للطاقة، هي اللي بتديك الطاقة والحيوية والنشاط، ولكن إحنا لينا معدلات بناخدها في اليوم، الزايد من المعدلات دي أنا ما بحرقوش، بيتخزن في الكبد على صورة جليكوجين اللي هي السكر المعقد التركيب. إذا بعد عمليات الإحلال وما اوصل في النهايه لسكر احادي انا بستنفذ منه جزء كبير جدا من الطاقه، لما بيفيض فائض بيرجع تاني يتم تحويله الى سكر معقد التركيب على شكل جلايكوجين بيبقى في الكبد. طب لو انا احتجت يا مستر مجهود وما تناولتش سكريات، بيتم استدعاء المخزون اللي موجود عندك في الكبد من السكريات ويتم استخدامه، لكن لما ما بيتمش استخدامه بيترسب في النهايه ويسبب مشاكل في الجسم. فبالتالي يبقى انت مركز قوي في انواع السكريات في تقسيمها الكيميائي. سكر احادي اللي هي الوحدات التي لا يمكن تقسيمها الى اقل منها على رأسها الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز. سكريات عديده اللي منها السكريات الثنائيه اللي عباره عن وحدتين، العشر وحدات مترابطه مع بعض على رأسها السكروز واللاكتوز والمالتوز. عندك سكريات معقده التركيب اللي هي عباره عن مئات من الوحدات متشابكه مترابطه مع بعضها على رأسها النشا، على رأسها السليلوز، على رأسها البكتين. دي اسمها سكريات معقده التركيب. تعالوا كده نستكمل مع بعض تاني المعوقات التي تواجه صناعة السكر في الوطن العربي. خد بالك بيجي السؤال على شكلي، ودون دايما معايا الأسئلة، لا يمكن هيخرج الامتحان في النهاية من الأسئلة اللي احنا بنطرحها مع بعض في كل حلقة بنقدمها لسيادتك. دايما بيجي أسئلة في المنطقة دي على شاكلتي، يا اما هيقول لي اذكر المعوقات التي تواجه صناعة السكر في مصر والوطن العربي، او يقول لي البديل بتاعي اللي هي اذكر الجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بصناعة السكر، يا اما يقول لي هات لي المعوقات او يقول لي ايه هي المعوقات اللي بتقابل صناعة السكر مش بس في مصر في الوطن العربي، او يقول لي طب المعوقات احنا عرفناها، طب ايه بقى الجهود المبذولة من الدولة عشان ارتقي بصناعة السكر في مصر. يبقى لو انا عرفت المعوقات بمنتهى السهولة هقدر اوصل في النهاية لايه؟ للجهود المبذولة من الدولة. طبعا عارف ان هي عبارة عن نقط كتيرة، انا مش عايزك تحفظ خالص النقط، انا عايزك تفهم، وبالتالي لو فهمت هتقدر تطلع ببساطة النقط اللي هي المعوقات اللي بتواجه صناعة السكر في مصر والوطن العربي. قبل ما نستعرض انا عايز اديك حاجات تمسكها في ايدك تركزها في دماغك، وبالتالي هي اللي هتدلك او مفتاح ليك للنقط بتاعت المعوقات. انا لو عندي قصب سكر عايز اوصل في النهايه فيه لمنتج السكر، يبقى انا همسكه من اول ايه؟ من اول قصب السكر في عمليات الايه؟ في عمليات الزراعه. يبقى اول حاجه هتتبادر لذهني ان في حاجه اسمها معوقات زراعيه.
يبقى اول شيء هيتبادر الى ذهني ايه؟ ان في حاجه اسمها معوقات زراعيه. في مرحله في النص لو انا عايز احسن الانتاج بتاعي واوصل الى انتاج جيد من نفس النباتات، يبقى انا عندي حاجه اسمها المعوقات العلميه. ولو انا عايز اوصل لمردود سكري عالي يبقى انا عايز معوقات علميه، اكيد عندي معوقات علميه اللي هي بتوصلني للزراعه الجيده او التصنيع الجيد، يبقى دي مرحله ايضا من ضمن المراحل. طب هو بس السكر عباره عن نواحي علميه والزراعه بتاعتي فقط؟ لا، لكن انا بستخدم وسائل نقل بنقل بيها من المزارع الى المصانع، يبقى انا اتذكر ان عندي وسائل نقل عايزه تحديث، يبقى اذا في المنطقه دي ايضا في جزء من المعوقات. طب لو انا تخيلت ان انا داخل على المصانع، هل المصانع اللي موجوده عندي دلوقتي بالشكل المماثل او الجيد اللي يديني المردود السكري اللي انا عايزه؟ بالتاكيد هيبقى في المنطقه دي كمان بعض المعوقات. يبقى انا لو مسكت النقط دي في دماغي مش هحتاج ان انا احفظ النقط، هفهم. فانا لما اتكلم عن معوقات زراعيه فيبقى انا تحتيها اكيد حاجات هتكلم عليها، يبقى انا اكيد عندي حاجه اسمها الارض او الارض المزروعه، حاجه اسمها درجه الحراره والميه والرطوبه، حاجه اسمها البذور والنباتات، كل دي في معوقات الايه؟ المعوقات الزراعيه. فلو انا بتكلم في المعوقات البحثيه يبقى انا عايز اربط ما بين الجهات البحثيه والمصنعين سواء المنتجين او المزارعين سواء الصغار او الكبار. لو انا بتكلم في حاجات خاصه بالمصانع فانا عايز احلال وتجديد للمصانع، فانا بتكلم على مردود سكري عايز اوصل له بالشكل المناسب. هتبقى نقطه هنقولها في الاخر من ضمن المعوقات اللي هي الترشيد الاستهلاك، ولكن انا حبيت اديك مفاتيح تقدر تمسك بيها النقط اللي تقدر تحطها في الامتحان لما تيجي تجاوب على سؤال على شاكله ايه هي المعوقات التي تقابل او تواجه صناعه السكر في مصر والوطن العربي. تعال نشوفها كده بقى مع بعض، نشوف المفاتيح دي موجوده ولا لا. اول حاجه، واحد، المعوقات الزراعية. وما دمت بتكلم في معوقات زراعية يبقى انا اكيد بتكلم في الاراضي. عندنا مشكلة في محدودية الاراضي الزراعية المخصصة لزراعة قصب السكر، يعني بمعنى اصح ان المساحة المنزرعة لقصب السكر او بنجر السكر ماهاش بالقدر الكافي لايه يا مستر؟ للكمية اللي انا عايزها كشعب بستهلكه ولا للمصانع اللي موجودة عندي؟ ركز معايا، انا عندي ايه مشكلة في محدودية الاراضي؟ ان ما عنديش المساحة الكافية في الزراعة اللي تغطي المصانع على مدار العام، وبالتالي انا ما عنديش كمية المحصول اللي هيشغلني طول سنة كاملة في المصانع اللي موجودة عندي. دي اسمها محدودية الاراضي، ان المساحة المنزرعة قليلة. طب هي بس محدودية الاراضي اللي بتقابلني انا كمشكلة في الارض نفسها؟ لا، ده في نقطة كمان خاصة بالاراضي اللي هي حاجة اسمها تفتيت الملكية. دي بتعيق بشكل كبير زراعة قصب السكر او بنجر السكر بالشكل الحديث اللي يديني انتاجية عالية للفدان. احنا عارفين ان عندنا في مصر بشكل عام ان في حاجة اسمها تفتت الحيازة الملكية، يعني مش مساحات كبيرة منزرعة على بعضها لافراد، ولكن الافراد بيمتلكوا مساحات قليلة قد تصل الى بعض الاراريط في بعض المواطنين او بعض الافراد، وتصل بحد اقصى الى بعض الافدنة عند الافراد. انت بتحتاج عشان تنزل ميكنة حديثة، عشان تشغل ميكنة حديثة او زراعة حديثة، الى مساحات كبيرة جدا في عملية الزراعة. يبقى منطقة الارض بيقابلني فيها محدوديتها وايضا تفتيت الملكية بتاعتها، بتبقى عائق من ضمن العوائق اللي موجودة عندي. تعالوا نكمل كده مع بعض. ايضا محدودية الموارد المائية، يا اما لاسباب طبيعية اللي هي ايه يا مستر؟ ان انا ما عنديش الكافي من الماء اللي بيجيلي، ما عنديش الميه اللي بتدي او اللي بتجيلي بالشكل الكافي اللي تكفي وتوفي جميع المحاصيل، خصوصا ان محصول قصب السكر من المحصول الذي يحتاج موارد مائيه مرتفعه جدا. يبقى انا عندي كمان مشكله في الموارد المائيه للمساحه اللي انا هزرعها من قصب السكر او ايضا من بنجر السكر، وخصوصا قصب السكر لانه بيحتاج الى كميات كبيره جدا من الموارد المائيه. يعني ما عندي مشكله في ان الميه اللي هي الموارد الطبيعيه ان الميه ما بتجيليش بالشكل الكافي، او عندي كمان مشكله في ترشيد الاستهلاك في الميه المستخدمه سواء في عمليات الزراعه او العمليات الاخرى اللي بتوفر جزء من الميه لعمليات الزراعي. يبقى انا هنا محتاج على سبيل المثال زي ما بقول لك كده الري بطرق معينه او استخدام الري بطرق حديثه، وده ما بيتمش في تفتيت الملكيه، ما بيدكش الاتاحه بشكل كويس في الملكيه الصغيره، وبالتالي يبقى هي عباره عن مجموعه من العوامل المرتبطه ببعضها.
ده جزء ايضا من المعوقات الزراعيه اللي هي عدم توفير الموارد المائيه بشكل جيد لزراعه قصب السكر او بنجر السكر. تعال نشوف ايه تاني تحت المعوقات الزراعيه، اللي هي تفتت الملكيه الزراعيه وعدم استخدام الميكنه الحديثه. عدم اتباع الدورات الزراعيه المنتظمه. خد بالك ان احنا كان زمان عندنا حاجه اسمها الدوره الزراعيه اللي بتعاقب فيها محاصيل معينه على الارض، وبالتالي دي كانت بتريح الارض وبتديني مردود عالي جدا. دلوقتي اصبح محدش ملتزم بحاجه اسمها الدوره الزراعيه، كل بيزرع كما يتراءى له، وده ايضا بيبقى يعتبر معوق من ضمن المعوقات اللي موجوده عندنا. ولو ان في الفتره الاخيره بدا يتم تحديد مساحات بعينها لزراعات بعينها عشان نقدر نوفر يا اما الموارد المائيه يا اما نسخر الجهود لصناعه من الصناعات، لان طبعا صناعه قصب السكر من الصناعات الاقتصاديه المهمه بالنسبه للدوله، وهتعرفها لما اجي اتكلم عن اهميه صناعه السكر في مصر بشكل خاص. تعالوا نكمل كده مع بعض المعوقات الزراعية. الاعتماد على الأصناف المستوردة مما أدى إلى تدهور صفاتها الإنتاجية. طبعا الكل بيبقى عايز يوصل لإنتاج عالي، فبالتالي قد لا تأتي بالشكل الجيد أو المردود الجيد، خصوصا أنا لسه بقول إن عندنا فجوة في البحث العلمي ما بين جهات البحث العلمي وصغار المنتجين اللي هم المزارعين أو اللي حتى في على مستوى المصانع، لكن يخصني في الحتة دي بالذات اللي هي المزارعين. كلهم بيدور على زي ما بنقول البذره او التقاوي اللي بتديله ناتج جيد، فبالتالي ما بيصلش الى المصادر الموثوق منها عشان اوصل في النهايه نوصل لاصناف، الاصناف دي تكون مقاومه للامراض، عاليه في الانتاج، بتاخد كميات قليله من الماء، وبالتالي عندي مشكله في منطقه النباتات او التقاوي اللي انا بستخدمها في عمليات الزراعه. تعالوا نرجع تاني كده نشوف ايه تاني في المعوقات الزراعيه. انخفاض معدلات التسميد عن الحد المناسب لزراعه قصب السكر ايضا بيأثر بشكل كبير على المردود الناتج من قصب السكر. دي جزء كده اسمها المعوقات الزراعيه. تعالوا بقى نشوف المعوقات العلميه والارشاديه الزراعيه. بقول مما لا شك فيه مع تقدم دور الارشاد الزراعي في مصر والمغرب الا ان الوطن العربي في حاجه دايما الى مركز مرجعي للبحث العلمي والتطوير الميداني لاعداد الكوادر واستنباط افضل الاصناف المزرعه. عايز يقول هنا في النقطه دي ان انا عايز مركز مرجعي يوحد الطرق بتاعتي، يعني يوحد الاصناف اللي انا بستخدمها، يعني يوحد طرق الزراعه بتاعتي. عندنا تقدم، عندنا مراكز بحثيه كتير، قد يكون ان في بعض المراكز بتتبع تقاوي معينه او نظم معينه في الري او نظم معينه في الزراعه. هو عايز يقول مركز مرجعي، لما اجي اتكلم على زراعه بعينها يبقى انا عندي مركز مرجعي بيتكلم بشكل واحد بنفس الطريقه او بنفس النهج، سواء بقى في عمليات الزراعه او التقاوي او المياه او طريقه الزراعه نفسها. فعندي مشكله في المنطقه دي، عندي مشكله في المنطقه دي. من ضمن المعوقات ايضا مع ايجاد افضل البرامج الارشاديه وكيفيه تطبيقها على ارض الواقع، دي في المعوقات العلميه والارشاديه. ايضا تبادل الخبرات بقى العربيه وعكس التجارب العالميه نجاحها الملائمه للبيئات العربيه. ايش معنى كلمه الملائمه للبيئات العربيه؟ خد بالك ان قصب السكر من المحاصيل اللي بتحتاج الى درجات حراره عاليه، يبقى بالتالي انت محتاج اصناف بتشتغل على درجات الحراره عاليه. طب لو انا ما عنديش درجات حراره عاليه الا في مناطق الصعيد وانا عايز ازرعه في منطقه في الشمال، فانت هتحتاج تشوف اصناف ملائمه لدرجات الحراره اللي موجوده عندك. ولو ان طبعا الاتجاهات الحديثه للدوله انك تركز على مناطق بعينها، خصوصا ان انت عايز ترشط الاستهلاك في المياه، فبالتالي انت بتحاول تجيب التجارب الناجحه اللي تتلائم مع ظروف الظروف الداخليه سواء في الارض او في الاحتياج المائي او في درجات الحراره اللي موجوده عندك سواء في مصر او في الوطن العربي. طب ايه معوقات تانية يا مستر؟ معوقات توفير المواد الاوليه ونوعيتها وقله استغلال الطاقه المتاحه. عايز يقول لي الجزء اللي انا لسه قايله لك من شويه، ان انا عندي محدوديه في الاراضي، عندي تفتت ملكيه، وعندي مصانع. طب المصانع دي هل بتشتغل بالطاقه الانتاجيه الكامله بتاعتي ولا ما بتشتغلش بالطاقه الانتاجيه الكامله؟ هتلاقي ان غالبا معظم الوطن العربي اعلى دوله فيه بتشتغل بالطاقه الانتاجيه للمصانع هي مصر، ولو ان لن نصل في النهايه الى الشكل العالمي المطلوب نظرا ان انت ما عندكش المحاصيل او الكميه الكافيه من قصب السكر اللي تكفي المصانع على مدار العام. والدليل العام الواضح بالنسبه لنا ليه عمليه استيراد السكر بشكل كبير. يبقى اذا عندي مشكله في المادة الخام الأولية، إن أنا أوفر محاصيل
او كميه من المحاصيل كافيه انها تغطي الطاقه الانتاجيه للمصانع، ما اشتغلش بالمصانع 3 أو 4 شهور ولا عندي حوالي 6 أو 7 أو 8 شهور من السنه في حاله ركود. يبقى انت عايز توفر ده، ولو ان لسه بقول ان تعتبر اعلى دول في الشمال العربي، هتلاقي دايما مصر على اعلى الدول اللي بتستخدم مردود عالي. تعال نشوف حتى النسب بتاعتنا او موجوده في مصر ايه بالنسبه للحته دي. هتلاقي مثلا على سبيل المثال ان مصر بتصل في بعض الاحيان في مصانعنا الى 96%، يعني الطاقه الانتاجيه عندنا تعتبر مرتفعه جدا. في المغرب بتقل 70%، في سوريا وتونس 44%، والعراق تخيلوا 10%، يعني بغطي 10% بس على مدار العام من عمليه التصنيع. مصر بتغطي حوالي 96% في المصانع من الخامات اللي موجوده او الخامات الاوليه. معوقات توفير المواد ايضا الاوليه ونوعيتها وقله استغلال الطاقه، تغيير نوعيه المحاصيل السكريه المستلمه في المصانع بتغيير المواسم ونوعيه المزارع مما ادى الى انخفاض المحتوى السكري وارتفاع التكاليف. خلي بالك نوعيه المحاصيل السكريه ديت ناتجه من مين؟ ما هي عباره عن مجموعه عوامل مترتبه على بعضها، ناتجه من الاصناف اللي انا اتكلمت عليها. قد يكون الاصناف مش موحده، ما بنتكلمش بلغه واحده في الاصناف اللي موجوده، فبالتالي المردود السكري اللي داخل لك او نسبه السكريات وتركيز السكريات داخل القصب اللي داخل لك مش بالشكل الكافي اللي في النهايه يديك الناتج اللي انت عايزه من طن قصب السكر او من طن بنجر السكر. دي من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا، نوعيه المحاصيل، تركيز السكريات داخل المحاصيل اللي بتدخل الى المصانع. ايضا من ضمن النقط المهمة معوقات البنية الاساسية. بتكلم على البنية الاساسية، تجد ان البنية الاساسية على رأسها وانت مغمض كده تمهيد طرق ومواصلات اللي هي ما بين المزارع للمصانع، وبالتالي لما هتيجي تتذكر جهود الدولة تلاقي الدولة بتحاول تسعى الى تمهيد الطرق، وبالتالي ده هيوفر كتير جدا في عمليات الهدر. لك ان تتخيل ان جزء كبير جدا او بيصل الى 25% بيبقى هدر في عمليات النقل نفسها ما بين المصنع او ما بين المزارع الى المصانع، وبالتالي انت محتاج دايما طرق ممهدة سريعة بتوفر الوقت مع وسائل كمان، انك توفر معاك كمان وسائل نقل حديثة لنقل المحصول اللي هو سواء قصب السكر او بنجر السكر من داخل المزارع الى المصانع، وبالتالي ده تعتبر من ضمن معوقات البنية الاساسية او البنية التحتية، سواء الطرق او المواصلات او قرب المصانع نفسها من المزارع. ما انا عندي 3 محاور لازم تشتغل عليهم، المواصلات اللي بتنقل او الطرق او ان انا اوفر مصانع بجانب الاماكن الزراعية اللي بترتكز فيها زراعة القصب السكر او بنجر السكر. تعال نشوف كده مع بعض. عدم تواجد المصانع بالقرب من مناطق زراعة المحاصيل السكرية. ايضا عدم توفير وسائل نقل حديثة تقلل من الفاد اثناء نقل المحاصيل السكرية للمصانع طبعا او نقلها من المزارع الى المصانع. ايضا عدم وجود طرق ممهدة بشكل جيد تربط ما بين المزارع والمصانع، دي ايضا من معوقات البنية الاساسية. معوقات التقنيات المستخدمة والمردود السكري. ايه الكلمة دي يا مستر؟ كلمة تقيلة شوية عليا او انا بسمع ايه التقنيات وايه المردود السكري. انا كلمتك ان في مشكلة اصلا من الاساس عندي، يا اما في كمية المحاصيل اللي داخلة ما بتوفيش المصانع، او حتى لو في كمية محاصيل داخلة عندي فانا عندي اختلاف في الاصناف اللي موجودة، فنسبة السكريات اللي موجودة داخل الاصناف اللي بتدخل للمصنع سواء قصب السكر او بنج السكر مش واحدة، فبالتالي بيحصل هدر. فلك ان تتخيل كمان بقى كلمة التقنيات المستخدمة والمردود اللي هي جملة العمليات التصنيعية اللي بتتم على القصب او البنجر اللي داخل من المصنع من اول استلامه لحد ما بوصل للسكر الخام ثم التكرير، اللي هي العمليات التصنيعية، المراحل التصنيعية، التقنيات المستخدمة داخل كل مرحلة. هل انا بعد القصب بشكل جيد هو البنجر؟ بقطع البنجر للشرائح اللي تخلصني او تديني مردود سكري عالي؟ هل انا بعمل الاطوال المناسبة؟ هل انا بستخدم اكتر من عصارة مناسبة في قصب السكر عشان اوصل استخلص اكبر كمية من العصير؟ هل حتى لما باخد العصير انا بعمل تنقيات بطرق حديثة توصلني انا اشيل الشواب واشيل المواد الغروية اللي موجودة عندي او الشمع او خلافه؟ هل انا بعد كده بعمل تركيز بالشكل الامثل؟ هل انا بعمل طرد مركزي بالشكل المناسب للبلورات بتاعتي؟ وهكذا الى انا اصل في المرحلة الى المرحلة الاخيرة عملية التكرير. دي اسمها التقنية المستخدمة، المردود بقى السكري اللي بيجي منها، يعني بما
دخلت طن قصب من السكر المصنع، في النهاية اداني قد ايه سكر. دخلت طن من البنجر الى المصنع اداني قد ايه من السكر. كل ما بيرتفع الناتج من كمية السكر من الطن المستهلك او المستخدم من القصب او البنجر السكر، ده اسمه مردود سكري عالي وايضا تقنيات عالية. يبقى اذا عندي مشكلة في المناطق دي، فكل ما اعمل احلال وتجديد للمصانع وادخل مصانع حديثة واستخدم طرق حديثة، كل ما هزود المردود السكري اللي هي الناتج بتاعي قد ايه من المواد الخام المستخدمة. ده اسمه التقنيات والمردود السكري. تعالوا مع بعض كده. التقنيات المستخدمة في المصانع العربية شاملة كافة السلسلة الانتاجية من البداية خالص، من اول استلام المحاصيل وحتى التعبئة، مختلفة ما بين القديم والحديث وتحتاج الى عملية تطوير شاملة، وبالتالي بيحصل هنا فقد في المنطقة دي. عدم مطابقة المورد من المحاصيل والمصانع المواصفات القياسية يؤدي الى انخفاض المردود السكري. فنجد في مصر مثلا بنصل الى 10.5، الرقم معكوس شوية، والمغرب 9.5، بينما في دول العالم المتقدم بنصل الى 18%. الفصل هنا الرقم في مصر 10.5، والرقم في المغرب 9.5، الرقم العالمي 18%. تخيل احنا تقريبا نصف الرقم العالمي. يعني المردود السكري او التقنيات المستخدمة بتصل الى 18%، احنا 10.5، المغرب 9.5. ولكن دايما هتلاقي مصر على رأس الدول العربية، ولكن احنا دايما عايزين التحسين. كل ما بتوصل الى مردود سكري عالي، كل ما بيديك انتاج اعلى، كل ما كمان بيقلل من نفقات الاستهلاك، وده يؤدي كمان الى انخفاض سعر الناتج بتاعك من السكر. تعال نشوف مع بعض كده الجهود المبذولة لزيادة انتاج السكر. تخيل بالله عليك انت دلوقتي اصبح لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة او مشاهدينا اللي قاعدين بيشاهدوا الحلقة بتاعتنا، اتكلمنا في كل المعوقات اللي موجودة عندنا مش بس في مصر، في الوطن العربي في صناعة قصب السكر. يبقى اكيد جهود الدولة هتيجي على المعوقات. يبقى كل منطقة اتكلمنا فيها في المعوقات اكيد الدولة بتتدخل فيها عشان تحسن من عملية الايه الانتاج. فلو بتتكلم في معوقات زراعية، فالدولة اكيد بتحاول تزود المساحات من الاراضي. طب لو بتتكلم ان انا ما عنديش علاج لتفتت المكيه، فانا اكيد هستخدم اصناف بتكون مقاومة للامراض، بتحتاج الى مياه قليلة، عالية الانتاج. ده لو بتكلم على مستوى مثلا العمليات الزراعية، ان انا ادخل التقنيات الحديثة في عملية الايه في عملية الزراعة. فلو بتكلم في النواحي العلمية، فانا بحاول اربط ما بين المراكز البحثية والمرشدين الزراعيين وايضا المزارعين ومناطق الانتاج. هتتكلم في طرق ممهدة، وهتلاقي الدولة بتحاول تبذل اقصى جهود في الطرق الممهدة عشان تنقل المحاصيل من المناطق الزراعة الى المصانع، او تبني مصانع بجوار مناطق الزراعة. ايضا من ضمن الحاجات المهمة اللي هي المردود، ان انا بحاول احلال وتبديل للمصانع القديمة بمصانع حديثة، وبالتالي بسمح بوجود مردود سكري عالي. يبقى اذا انا بتدخل في المناطق اللي فيها المعوقات، او الدولة بتتدخل في المناطق اللي فيها المعوقات عشان تصل في النهاية بالارتقاء بهذه الصناعة. مهم جدا قوي تعرف المعوقات، لان من المعوقات هتقدر ببساطة تطلع جهود الدولة المبذولة من السكر. يتبقى نقطة مهمة قوي في الجهود دي، انك لازم تعمل توعية للمواطنين في ترشيد استهلاك السكر. لازم الناس تبقى فاهمة ان السكر مصدر اساسي للطاقة، ولكن له كميات في الجسم، اذا زاد عن حدها بينقلب الى ضرر على الجسم في تخزينه في شكل جلايكوجين او دهون بتسبب مشاكل للجسم. تعال نشوف كده الجهود المبذولة من الدولة. زراعة المساحات المطلوبة مع زيادة انتاجية الفدان، دي كانت في المعوقات الزراعية، هي بتحاول تتدخل في هذه المنطقة. ايضا تحسين المعاملات الزراعية واحلال الاصناف الجديدة المستنبطة محل الاصناف القديمة، عشان توصل الاصناف بتكون مردودها عالي، مقاومة للامراض، بتحتاج الى كميات مياه قليلة. تعميم استخدام المكانة الزراعية في جميع مراحل الزراعة، طبعا دي مشكلة اللي هي مشكلة ايه تفتت الملكية. الاستمرار في سياسة الإحلال والتجديد للمصانع القديمة، عشان أوصل لمردود سكري عالي لازم أستخدم تقنيات حديثة في عمليات التصنيع. استخدام أحدث الطرق لمقاومة الآفات والحشرات التي تصيب القصب. أيضا من ضمن الحاجات المهمة زيادة الأبحاث في نطاق الهندسة الوراثية، وذلك لاستنباط أصناف مقاومة للأمراض وذات إنتاجية أعلى للفدان.
توفير المتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو الصغيرة، الاتجاه نحو الاستخدام الأمثل لمخلفات صناعة السكر، سرعة الانتهاء من دراسة جدوى مشروع السكر من البنجر بالقرب من النبارية بإنتاجية 100,000 طن سكر بنجر، توعية المستهلك بأضرار زيادة استخدام السكر وكيفية ترشيد الاستهلاك. الأهمية الاقتصادية للسكر في مصر. طب هو أنا ليه يا مستر بقى بدرس السكر وصناعته من قصب السكر أو من منجر السكر، وليه بقول المعوقات، وليه بوصل في النهاية أقول الجهود المبذولة من الدولة؟ إيه الأهمية الرهيبة للسكر في مصر؟ قبل ما أتكلم أهمية السكر كسكر نفسه، وهنعرف أهميته كسكر في عمليات التصنيع، خد بالك إن في صناعات كبيرة جدا قائمة على صناعة السكر ومخلفات السكر. زي ما اقول لك، قلت لك ركز، السكر صناعة اقتصادية استراتيجية في مصر، صناعة مهمة جدا في مصر بيقوم عليها صناعات عديدة. عندك مثلا صناعة العسل الأسود بتقوم على صناعة الإيه؟ صناعة السكر اللي هي صناعة استخلاص العصير من قصب السكر. عندك المولاس بيطلع من مخلفات صناعة السكر اللي هو السائل البني الكثيف اللي بيجي من عمليات الطرد المركزي. عندك صناعات تخميرية كبيرة بتقوم على ملاس قصب السكر اللي من ضمنها صناعة الكحول وصناعة الخل. عندك صناعة الشمع اللي بيطلع من على السقان أو العيدان لقصب السكر، صناعة من الصناعات الاقتصادية المهمة. عندك صناعات عديدة زي صناعة الخشب الحبيبي اللي بيدخل فيه صناعات كتيرة جدا في الأساس المنزلي. عندك صناعات حتى الغراء بيدخل في جزء كبير جدا من الملاس المتخلف أيضا من صناعة قصب السكر. إذا عندي جملة كبيرة جدا من المصانع أو الصناعات الصغيرة أو الكبيرة اللي قايمة على مخلفات صناعة قصب السكر. ذلك هي تعتبر سلعة أو زراعة أو صناعة استراتيجية في مصر، قائم عليها الكثير من الصناعات، وبالتالي قائم عليها كثير من الدخل، قائم عليها كثير من الأيدي العاملة. إذا وقفت صناعة قصب السكر يتوقف كل الصناعات التحويلية اللي موجودة ورا صناعة قصب السكر. من ضمن الأهميات اللي هي المهمة في صناعة أو الأهمية الاقتصادية للسكر في مصر، ناهيك بقى على إن السكر أصلا يعتبر مصدر أساسي في بعض الصناعات الغذائية المهمة. عندك صناعة الحلويات بشكل عام بيدخل فيها صناعة السكر، أيضا عندك صناعات العصير العصائر والمركزات بيدخل فيها صناعة السكر، جزء من صناعة الأدوية بيدخل فيها صناعة السكر، جزء كبير جدا من صناعات المثلجات سواء اللبنية أو غير اللبنية بيدخل فيها أيضا صناعة السكر، بيدخل بشكل كبير أيضا في صناعات المياه الغازية بجميع أنواعها. يبقى إذا أنا عندي كمان جملة من الصناعات بيدخل فيها صناعة السكر نفسها كصناعة سكر، يا اما كسكر نفسه بستخدمه ازاي او كمخلفات ناتجه من صناعه السكر، وبالتالي بستخدمها في جمله من الصناعات الكثيره في مصر. تعال نشوف كده الاهميه الاقتصاديه للسكر في مصر. يدخل في صناعه المحاليل السكريه مثل العصائر، المربى، الشراب الطبيعي والصناعي، المياه الغازيه. يبقى اذا بدون السكر مش هقدر اصنع الصناعات الاخرى اللي موجوده ديت. ايضا بيدخل في صناعة الحلوى الافرنجية مثل الملبس، الطوفي، الدروبس، الفندان، اللبان، المصاصات. بيدخل في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف. ايضا بيدخل مخلفات صناعة السكر مثل بقى الملاس في صناعة الحلوى. شوف احنا اليوم الفترة اللي احنا فيها ديت فترة فيها فيروس كورونا بتحتاج بشكل كبير جدا للكحول، وبالتالي الكحول تعتبر صناعة مهمة جدا قايمة على مخلفات صناعة السكر أو صناعة قصب السكر اللي هي الملاس اللي هتاخدها إن شاء الله في الوحدة الرابعة اللي هي صناعة التخمرات اللي على رأسها صناعة الكحول وصناعة الخل. زيك بقول لك يقوم بشكل كبير صناعات كثيرة تحويلية على صناعة السكر وقصب السكر، حامض الخليج والعلف الحيواني. أيضا في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي، تعتبر حاجات مهمة جدا في عملية التصنيع. طبعا نضج وقطع قصب السكر، بيقول لي ان بيتكون السكر في نبات القصب نتيجه لعمليه التمثيل الضوئي بمساعده الكلوروفيل. بتتكون بقى سكريات احاديه بسيطه اولا، ثم الجلوكوز، ثم الفركتوز.
ثم بيتحدوا الاثنين في النهاية عشان يدوني السكروز ليخزن في ساق النبات ده، كلها في مراحل نضج قصب السكر. ايضا مع استمرار بقى التقدم في النضج تقل نسبة السكريات الاحادية وبتزداد نسبة السكروز في عيدان قصب السكر، وعند تمام النضج تصل نسبة السكروز الى اقصاها، وهنا بقى يجب علينا قطع قصب السكر. زيك دايما كان يجي سؤال في الامتحان عايز اختم بيه الحلقة بتاعتنا النهاردة، انك لازم او علل يتم قطع قصب السكر في الوقت المناسب. هأجل بقى الإجابة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن وقتنا دهمنا. كان أتمنى أن يكون لكل أبنائنا ومشاهدينا استمتعوا بحلقة النهاردة. كان معكم الأستاذ نبيل عبد الرؤوف، موجه الصناعات الغذائية. أرجوكم ابقوا معنا.